محمد شحو الراضي أم قران الجمعية الفتح ذي مداري توعزل خلمها من نس نظفار ما مش ظفان ماري وذان خو بريد الصحافة التلفزيون الملف نسبيتار نميدار من يتصفان في الزارة ثانومي قان جمعية الفتح لتصفية الكلي والتنمية الصحية لدائرتي مدار والدريوش سبيتاراي توابنان خيجن تيرو 425 متر ويتوحساب أكبر مركز يوصف في انتظار دي المغرب مران خزار الطاقة الاستيعابية النس يعذون كثار 70 نيوذان المركز يتوابنا خاربعا بيساواث ذيس كثار 30 ماشينات وصفيغ إذا سنيتواوشن زي هولندا مشا أكذب التون المشروع بدان الطاس إسقسيين إمزغورا إن يويرن أكذ ماشينة ثاغ إذا سنيتواوشن زي هولندا ما مش كانت الطاس انتصدماغ ذي الجمعيات تشكاكنت ذي في ذات ذي المستقية المركز ذي مجموعة الخروقات ذي مخوم بارا ما مش تغذي نعاود زقوغز ذي سنغنية الطاس الجهات تغت نواهنت زيد زمار المركز ذي من غيوش المنطقة الميدار ذي من داز دي دورن نرخار السا غرزاثة جار وجار يوسد الجواب إسقسينا مارا دقواس 18 دقويان نوفمبر 2008 زي داخر إذا دات الجمعية ما نسي دي فغيج القرار يقارب اللي المكتب التنفيذي الجمعية يجتمع النغيمون دقواس 3 18 نوفمبر ذي المقر الجمعية يدي يوسين دي حي المصلة دي جماعة الميدار وأوانية وميطالع غير التقرير الجنة التقسيت وكل الفن باش تجن كنترول إداري مالي الجمعية الفتح ذا المركز إذا من إتدفان وما مشي تواثبت أواني كنترولاغ أطاس الخروقات ذي تدبير نغدك سويار الشؤون الإدارة ذي المالية الجمعية يتوقرر أواناس تبقى المقتضيات القانون الأساسي للنظام الداخلي النس أثبت دن نغ أجمدن العضوية محمد شحو الراضيغ نتايت تغيجان ذم قران الجمعية يتوكسس مار الصلاحيات وباللي انتاغ وغست قيم وردجن العلاقة أكد الجمعية القرار وانتا يسد ذي جنتفاو ثواتاس يموشان توعد ويضهاني وذان ما مشي عرض مثوات وسقسيخ المسؤوليان الجهة الوصية خسويار نيغ اختدبير القيتان الصحة دي تمسرشتاغ ذو حد المسؤوليات النظنية ذي الجهات يعاون غمنياغ مذين أواني منياش المساءلة قانونية يوذان ماشي ومي يدفن ذيك مخوم براوهاغ ماشا ومي وشين يجن تسوات تعفان تسومعة العمل التضامني التزمار الجمعيات مبارات داخر ذي يوذان نرخاري يدفن أدخذ من ذي منايا زني ثمسن تصفاغ من يجال خلال ذي منايا ماراغ وخشان تمسرايين بانت زقير خوغ تغيمان وساني دي قوان نيثني وحد سني زمانة السيغن تفاوث خيغز دي سان نظني وعاد خفت جثة جست